بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو میں قاری مبشر رشید صاحب کو دعوت دیتا ہوں, وہ آپ سے تلاوت قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليكم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. تو تلاوت کے لیے قاری مدثر رشید صاحب سٹیج پہ تشریف لائیں.
اور تلاوت قرآن مجید پیش فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأيوب إذ نادى ربه مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُّونِ إِلَّابَهُ غَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين you
وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والسماء وما بناها والسماء فجورا وتطورا
صدق الله العلي.